بالبحيري بحيره ابو حمص بحيره ساكنين في المقابر والله ما احنا لاقيين لا لاقيين شرب ولا لاقيين لقمه عيشنا فجينا وسعينا والله انا سالف الفلوس اللي انا شاربها الارض واللي عامل بها الميه واللي جايب بها الشبكه سالفها ما سديتها لحد دلوقتي يعني ما حد ما دفعتش حاجه من جيب الحد كله ديون عليا بيعملوا فينا ليه كده هي دي سياسه الرئيس السيسي اللي جه دي سياسته ان كانت سياسته اللي هو جاي بها ووضحها لنا دلوقتي ماشي على عنا وراسنا نطلعوا احنا من جمهوريه مصر خالص ونروحوا اسرائيل السياسه اللي هو جايب لنا فيها الرقاصه ومنا المثاليه وجاب لنا مش عارف مين تعمل لنا الدستور ماشي الستات تعمل لنا الدستور ماشي والاخيرا يبعت اعلام الجمهوريه بحاله يصور الكلب ويصور محاكمه الكلب ماشي بحد يصور محاكمه الكلب يبقى هو طالع بقى بيحافظ على الكلاب اللي هي هتطلع من السجون اللي هتاكلني وتسيب الايه وتسيبنا احنا عاد مرميين في الشوارع ما احناش لاقيين نسكن ولا لاقيين ناكل ولا لاقيين نشرب والله سالف اجره السجه وانا جاي كانت هي دي سياسته نطلع ونروح اسرائيل.